استاذ، انت ليش ما تركت موكش مع بقية الأولاد هنيك؟ امه لموكش طلبت انه نحطه بغرفة لحاله، وهي دفعت مصاري زيادة ومشان هيك نقلناه على غرفة لحاله. ها؟ بيلو، استنى شوي، اكيد انت جوعان. صحي بيلو، تعرف شو؟ انا عندي مشكلة كبيرة بحياتي. انا ما عم بفهم اذا كنت وقعانة بحبه لابوك او انا ما عم اعرف كيف اتصرف معه، ولا لازم اعمل شي ولا بكير. عن جد الحب طلع كتير صعب. شو صار؟ انا واقفة هون عم بحكي لك عن مشاكل حياتي وانت ما عم تطلع فيني ولا حتى عم تسمعني. يلا لا تبكي. شو يا بيلو؟ بيلو رد علي. بيلو؟ بيلو؟ لمين هذا الولد؟ هذا مانو بيلو. لا مو بيلو. بيلو وين راح؟ يا مدير، يا مدير. شو صار كاشي باي؟ استاذ، هذا الولد مانو موكش، هذا ابن حدا تاني. انت شو عم تقول يا كاشي باي؟ هذا مو موكش راني؟ لا يا استاذ، انت شو عم تقول؟ فهمني. انت عم تدير هاي الروضة بس انت ما بتقدر تميز بين هدول الولاد. هذا مانو موكش راني. موكش وينو؟ عم اهلك يا كاشي باي، هاد هو موكش راني. لا يا استاذ، مو هاد موكش. وين راح موكش؟ هذا الولد مانو موكش. وينو موكش؟ موكش. شوف حبيبي هاي موكش. اسمعي، انت شفتي موكش شي؟ لا. موكش. انت شفتي موكش هون شي؟ هو صغير وعمره سنة. قلي لي اذا شفتي شي. هو كان معي امبارح. لا. موكش. اي اكيد انت فقدتي عقلك على الاخر. ما بتتذكر وجه هالولد؟ هاد نفسه موكش. انا مستحيل خربت بهداك الولد وانت ما بتعرفه اكتر مني. هالولد مانو موكش، هاد واحد تاني. ما بعرف انتو كيف ممكن تخربتوا بهذا الولد وتحطوا واحد تاني مكانه. خلاص، لسه هذا تاني يوم إلك معنا بالشغل هون. بعدين قبل ما تشتغلي بمكان لازم تروحي تفحصي حالك، ونحن ما بنقدر نخليكي مع الولاد ابدا بعد هلا. روحي من هون وما ترجعي لهون مره تانية. انت بتعرف مين ابوه؟ انت بتعرف مين هو ابوه؟ اللي انت حابب تروح على السجن؟ خلاص. خبرني موكش وينه؟ انت شو عملت فيه؟ يلا قول. خلاص، وين الولد؟ حدا يوقفها، هي طلعت مو طبيعيه. حدا يوقفها. لك شو عم تعملي؟ بدي اعرف وين موكش. اسمعي، انا رح اتصل بالشرطه. اذا انت ما رح تسكتي رح اتصل فيهم. ايه، وين كاميرات المراقبه؟ انا بدي اشوفهم هلا. امشي معي. انا هلا بدي اشوف كاميرات المراقبه. بس بدي اشوف كل الكاميرات. امشي قدامي. يلا شو عم تعملي؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.